اهلا بكم من جديد في حوارنا مع الدكتور عمرو خالد. دكتور برحب بيك مره ثانيه وبهنيك على يعني هذه البعثات اللي انت متبنيها في سينا، لكن عايز اعرف منك كمان اخبار رحلاتك الافريقيه. انا قريت في الصحف في الفتره اللي فاتت عن رحلات وجولات، عايز اعرف النتائج اللي وصلت لها ايه في هذه الرحلات. هي كلمه النتائج اللي وصلت لها مش صحيحه، لان انا كنت جزء من وفد وزاره الخارجيه المصريه عملت مبادره رائعه ان ليه ما يروحش المجتمع المدني مع وفد رسمي، يعني يبقى وفد رسمي شعبي الخارجيه مع مؤسسات المجتمع المدني. نروح نقابل الوزراء المعنيين ببعض الوزارات الخدميه الهامه في افريقيا عشان نشوف المجتمع المدني يقدر يساعدهم ازاي، فنبني جسور من العلاقات بيننا وبين هذه الدول الافريقيه خاصه دول حوض النيل. طبعا الهدف الكبير هو موضوع الميه، خلينا نكون صراحة. الدول اللي زرناها هي جنوب السودان، اوغندا، رواندا، اثيوبيا. جنوب السودان بلد فقير جدا 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 لاقصى ما تتخيله، يعني جنوب السودان كلها الطرق المرصوفه 30 كيلو. 30 كيلو فقط. ما يعني لسه يعني ما فيش اكتر من كده، من ال 30 كيلو دول الران واي. فانت بتنزل بالطياره على الران واي، تبص تلاقي الطيار لازم يقوم دايس فرامل وتتهبد هبده، دي اول لقطه. البلد ما فيش فيها كهرباء، البلد كل الوزراء اللي في جنوب السودان اتعلموا في مصر. كل الوزراء اللي في جنوب السودان بيحبوا مصر جدا. كل البلد بتتكلم عربي. 9 مليون. ال 9 مليون 20% مسلمين، 20% مسيحيين، والباقي وثنيين. انما البلد كلها بتحب المصريين جدا، لدرجه ان هو اسمر 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 اصلا، انت تفتكر انه ما يعرفش عنك حاجه، فيقابلني ازيك يا باشا؟ فاقول له باشا مين؟ ده السمع ده دكتور عمرو. ده انا عايز اشرح الفيلم، بس لو يجيبوا لي دي بحيره فيكتوريا، دي اوغندا. انت متخيل ده على الشط اللي هي البساريه عندنا في مصر؟ البساريه بتاعتهم. انت متخيل يا عمرو الخير اللي في بحيره فيكتوريا اللي بينبع منها النيل اللي احنا بنشرب من هناك الميه دي، انت متخيل حجم السمك قد ايه؟ والصياد ده مش صياد، ده واقف مش بصناره، ده واقف ببتاع كده بفتله. تخيل طلع بفتله كميه السمك اللي في ايده. ايه؟ الصياد دون اسمه عبده. والصياد دون بعد ما قعدت معاه بعد كده واتكلمنا، الجدع ده اصطاد السمكه دي بايده، يعني حط ايده في الميه مطلع السمك. بص يا عمرو، بحيره فيكتوريا شوف الخير اللي ربنا مديهولنا، يعني بص على المنظر اللي وراك دون وانا هقول لك يا جماعه المكان اللي قدامكم دون حته في المحيط الاطلنطي بديع، ممكن تصدقني من سعه المكان ملوش اخر يا عمرو، يعني دي بس جزيره، دي وراها حاجه لا تنتهي. لو قلت لك ده البحر الاحمر ممكن تصدقني، لا يا جماعه ده نهر النيل، من هنا ينبع النيل. طب المياه الكتيره دي بتروح فين؟ ما احنا مش محسنين علاقتنا مع الناس، ما احنا مش محترمين الناس، ما المياه بتروح هدر، ما احنا بنتعالى عليهم، ما تخلينا نتكلم بصراحه، ما احنا عندنا عنصريه عندنا. ايوه احنا بنبص على الشمال عشان اسمها اوروبا، عشان عقده الخواجه، لكن مش عايزين نبص على الجنوب اللي هو اقرب لينا علشان في حته تعالي. شايف كميه؟ شايف ده نهر النيل ده. انا المكان اللي انا بصور فيه ده اول ما وصلت اوغندا امطار لا تنتهي. انا رحت اوروبا، انا رحت كندا، انا رحت امريكا، انا لفيت العالم، انا ما شفتش مطر في حياتي زي المطر اللي بينزل في اوغندا ورواندا اللي هو بيجي لنا عشان نشرب منه ونعيش منه. الخير كتير يا عمرو. بص على الفاكهه اللي موجوده هناك والخيارات اللي موجوده هناك، بص على الارض الزراعيه، بص على الطماطم اللي بتموت في الارض عشان ما فيش طرق، عشان اخر حد بنى طرق كانت المقاولين العرب. من كام؟ من التسعينات. بص على وزاره الدفاع الروانديه، مين اللي بنيها؟ المقاولين العرب. بص على عدد رؤوس الماشيه اللي موجوده فيك يا جنوب سودان يا فقيره. عارف رؤوس الماشيه في جنوب السودان كام يا عمرو؟ 14 مليون راس. عارف رؤوس الماشيه اللي موجوده في اثيوبيا كام؟ 30 مليون راس بقري. مفيش مجازر. ليه؟ اصل المصريين مش عايزين يشتغلوا. بدانا نقابل الوزراء بقى، دي اجتماعاتنا مع الوزراء. دي وزيره التعليم الاوغنديه، بقول لها ايه هدف وزاره التعليم الاوغنديه؟ قالت لي نسبق مصر بعد 10 سنين او 15 سنه. مصر شايفين مصر كبيره قوي، يعني الحلم التعليمي الاوغندي. طبعا سكت، قلت لها طبعا احنا جامدين قوي. ده وزير الشباب الاوغندي
ده 28 سنه مش عارفين التعليم عندنا شكله ايه. عمرو ده 28 سنه الوزير، شكله ده وزير شباب بجد. وايه ودون نائب رئيس الحزب الحاكم، وده وزير التعليم الرواندي، وده سفير. بص بيكتب على اللابتوب ازاي، على الايباد ازاي، بيلخص كل اللي احنا بنقوله. وبقول له انت متعلم فين؟ قال لي انا متعلم في سنغافوره. الراجل ده بعتوه يتعلم في سنغافوره علشان يرجع يقود. وبدانا ننزل الاسواق وبدانا نقابل الناس. الموضوع كبير في افريقيا، لكن انا لو سالتني عايز الخصه في ايه؟ عايز الخصه قاره افريقيا. انا شاهدت افريقيا التي لا نعرفها، وشفت الفرص الضائعه اللي ضيعناها في افريقيا. انا عايز اقول لك حاجه، النظام السابق كله بيتكلم ان هو يحاكم على ما فعل. انا رايي ان هو يحاكم على ما لم يفعله. الناس كلها بتقول يحاكم على ما فعله، انا بقول يحاكم على ما لم يفعله. ما عملش حاجه. افريقيا بيقولوا لنا انتوا مش عايزين مننا غير الميه. بيقولوا لنا المصريين انانيين. انتوا انانيين. عندهم هذا الاعتقاد. عندهم هذا الاعتقاد، خلي بالك. هو اعتقد ولا حقيقه؟ لحد كبير حقيقه. لحد كبير حقيقه. في شيء من التعالي نتيجه السنين الطويله ال 30 سنه اللي فاتوا. خلي بالك احنا بنشرب حصه مصر من الميه 55 مليون مليار متر مكعب. ده حسب اتفاقيه 55. 55 مليار. احنا تعدادنا 90 قول 91. 91 مليون. اقسم يطلع نصيب المصري 700 متر مكعب. يعني اقل من 1000. ليه اقل من 1000؟ 1000 ده حد الفقر المائي عالميا. يعني اقل من 1000 انت في حاله فقر مائي. مصر في حاله فقر مائي. طب بس احنا بنفتح الحنفيه وبنشرب ميه، ده هنا في القاهره واسكندريه. اخواننا اللي في سينا، احد مشاكل سينا الاساسيه، بماذا يطالب الشعب السيناوي؟ ليه بيقول احنا علينا ظلم؟ عشان بيشرب ميه مملحه. مظبوط. عشان ما فيش ميه نظيفه. طيب. مرسى مطروح الناس بتشرب ميه ازاي في مرسى مطروح؟ خزان وبيعدي الناس زي السقه زمان. طيب. الفلاح المصري بيعاني من في فقر مائي. يا بتوع القاهره واسكندريه انتوا مش حاسين. كره ماتت في الفيوم نتيجه ان الارض خلاص مفيش ميه اصلا. طيب مصر كانت بتقول ايه طوال السنين اللي فاتت؟ في اتفاقيات ولينا حق الفيتو على اي مشروع تعملوه. طب الافارقه بيردوا يقولوا ايه؟ الاتفاقيات دي اتعملت ايام الاستعمار واحنا اتخلصنا من الاستعمار. ضربنا بالاتفاقيات على ارض الحائط. وانتوا ليكوا ليه علينا حق الفيتو؟ هي مصر وصيه علينا؟ الحقيقه وزاره الخارجيه الان والتفكير المصري لازم يكون الان تغيير كلمه اوصياء الى شركاء لاوصياء. احنا عملنا الحكايه دي. الحقيقه الخارجيه رائعه، انا عايز اشكر الخارجيه. والحكومه يعني واضح ان ده توجه للحكومه المصريه. للدوله كلها. للدوله الحقيقه. نزلنا بنقابل خمس وزراء يا عمرو. وزير التعليم، وزير الشباب، وزير الاعلام، وزير الشباب، وزير الخارجيه. بنقول لهم ايه؟ المجتمع المدني المصري يقدر يساعدكم. احنا كنا صناع الحياه، اتحاد الاطباء العرب، جمعيه رساله، كليه الطب جامعه القاهره، دكتور محمد يوسف. بنقول لهم ايه؟ قالت صناع الحياه، قالت لهم صناع الحياه الحقيقه كان اكبر عدد موجود في الوفد، وقلنا لهم هنبني مدرسه انترناشونال مصريه في كل بلد. طبعا الحقيقه سمعوا دي، يعني كل واحد كان بيقول نفس الجمله، ار يو سيريس؟ بتتكلم بجد؟ كان معانا الدكتور حسن القلة وهو مسؤول عن مدارس كثيرة في مصر، وهو صاحب مدارس كبيرة وخبير تعليمي. بدأنا نختار الأماكن، بدأنا نحدد على الخرائط هنعمل فين أماكن المدارس. مدرسة مصرية انترناشنال في هذه الدول تعلم الطبقة الوسطى، وتبقى مصر استعادت دورها الريادي. صحيح. دي حاجة. الحاجة الثانية هنبعت لكم خبراء من باتفاق مع هيئة تعليم الكبار، وهي الجهة المختصة علشان موضوع محو الأمية. ليه هيئة تعليم الكبار والدكتور مصطفى رجب مع صناع الحياة ما نبعتش للدول دي الناس يساعدوهم في مشروع محو الأمية؟ لأن عندهم كلهم أمية ونفسهم يمحو الأمية. فرحوا جدا. ورحنا لوزراء الشباب عايزين نعمل مخيم كامب معسكر في مصر لعشرين واحد من كل دولة يجوا هنا. وكلمنا الدكتور أسامة ياسين ان وزاره الشباب تستقبل هؤلاء الناس ونعمل تبادل شبابي ونبدا نستوعب هؤلاء الشباب. عايز اقول لك يا عمرو الناس فرحوا فرحه استقبال رائع.
مش شايف كمان محتاجين نرجع الاذاعات الافريقيه اللي احنا كنا موجهه لافريقيا قفلناها كلها مره واحده؟ كان عندنا 34 اذاعه افريقيه بتبث هنا من اتحاد الاذاعه والتلفزيون اغلقت مره واحده. بص يا عمرو، التلفزيون السعودي موجود على كل القنوات في الاربع دول اللي زرناها. الطيران القطري موجود في كل مطار وبمنتهى القوه في الاربع دول. رجال الاعمال الاماراتيين والسعوديين كبار المستثمرين في هذه الدول. الشيخ العمودي 70% من الاستثمارات الموجوده في اثيوبيا يمتلكها رجل الاعمال السعودي العمودي محمد العمودي. الامارات ثاني اكبر تبادل تجاري مع اوغندا في العالم. السيراميك المصري بيتصدر لاوغندا عن طريق الامارات. لان الاجراءات المصريه معقده على الاوغنديين، فالاماراتيين بياخدوها ويسهلوا الامارات الاجراءات ويبعتوا السيراميك المصري لاوغندا. الجاليه اللبنانيه في الدول الاربعه تزيد عن 20,000. الجاليه المصريه في اثيوبيا 145 مصري بس. بس ليه يا صديق ابنه بيدرس في كندا؟ قال له يا ابني انت بتعمل ايه؟ انت مش خلصت دراسه؟ قال له اه بابا عايز اشتغل واجيب فلوس. قال له لا حبيبي، الدراسة في كندا لكن الفلوس بتتعمل في أفريقيا. فقراء لبنان صاروا أثرياء في أفريقيا. عايز تحط إيدك تطلع خير كينز. تطلع فلوس كينز. يا مستثمرين مصريين عيب. يا شباب يا مصري اللي عندك بطالة واللي عمال حاطط إيدك على خدك وبتقول أعمل إيه، ما هي الدولة لازم تساعدني وبتتظاهر علشان عايز تعيش، الطاقة اللي عندك ربنا بيقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها. دي رواندا. اطلع رواندا دي بقى، دي حدوته. شايف الجمال يا عم؟ الجمال ده، الخضره دي كلها. رواندا والله قطعه من اوروبا، والله في حتت وانا ماشي في رواندا كاني بص لازم تلبس، انا لبست ركبت الموتوسيكل ده وسيله مواصلات. كنا نلبس احنا زمان الخوذه دي. ممنوع. دلوقتي خلاص بقى تدفع 200 واتمنى يرجعوها تاني. طلع لي في رواندا، عشان احنا بس فاكرين ان افريقيا، طلع لي ورقه في الشارع. ما بين النظافه من انضف. شايف العسكري نضيف ملمع ازاي ونضيف ونضيف ازاي. بص بص الطريق اللي قدامي دي عربيه السفاره المصريه. شايف بص بص على الطريق، بص على الورد اللي مزروع، بص على الجمال. دي رواندا اللي كان فيها الحرب الاهليه، اللي مات فيها الاباده الجماعيه اللي مات فيها مليون. المبنى ده بتاع اللي بنيه المقاولين العرب، وزاره الدفاع. دي السفاره المصريه. شايف مصر عميقه ازاي في البلاد دي؟ شايف البنيه التحتيه بتاعتنا تقيله ازاي؟ والله والله عيب علينا، والله لا والله حرام علينا. صحيح. انت عارف السفاره المصريه في اثيوبيا، مصر مستلمها سنه 1924 هديه من الامبراطور من اجل مصر. عندك بنيه تحتيه، عندك واحد زي السويدي، يا سلام على اللي عامله شركه الكابلات والاحترام. شايف الطلبه انضاف ازاي؟ الطلبه الرومانديين. رواندا اذهلتني. وبين فعلا عمرو، بلد من سنه 94 مليون واحد في إبادة جماعية، مليون واحد ماتوا، قتلوا بعض الهوتو والتوتسي، موتوا بعض، مات مليون. تخيل أول حاجة عملوها مصالحة وطنية. اللي هيجيب كلمة الهوتو والتوتسي ثاني سجن سنة. مفيش هزار. مفيش حاجة اسمها بقى إيه؟ قديم وجديد وفلول وثوار. سنة، سجن سنة. التلاحم كله بقى. طيب، عايز يعمل التلاحم أكتر يقوم عامل إيه؟ المجندة دي. إيه المجندة دون؟ كل الشعب الرواندي. السبت الاخير من كل شهر هينزل الشعب يعمل مشروع كله مع بعض، هوتو وتوتسي. يا اما ننظف البلد كلها عشان كده نضيفه، يا اما ندهن البيوت القديمه كل الله الشعب الله. طيب مش هنزل، غرامه 200 دولار. طب بقالي 6 اشهر ما بنزلش، محاكمه لسحب الجنسيه. يا مفيش هزار، اراده سياسيه. هنتجمع، يعني هنتجمع. رواندا احنا محتاجين ناخد، اظن رواندا نموذج بالنسبه لنا. انا مش قادر اقول كده. انا بس انا راجع حامل هموم وحامل في نفس الوقت امال. يلا يا مصريين، يا 90 مليون، افريقيا فاتحه دراعاتها ليكم. يا شباب يلي عايز تشتغل هتاكل شهد. انا قابلت شباب عنده 22 سنه و24 سنه راح فتح مجزر هناك في اثيوبيا بياكل شهد، بس يا عيني زعلان من مصر. مصري هو احمد ابو خضره زعلان. ليه؟ الاجراءات مصر مصعباها علينا قوي، علشان لازم وزاره الصحه تبعت 4 دكاتره يقعدوا في المجزر لمده 3 اشهر عشان يكشفوا على العجول. طب ما يكشفوا وهو جاي،
ولازم صاحب المجزر يدفع لكل واحد حيجي 300 دولار يوميا، 120 دولار يوميا، ويقعدوا لمده 3 اشهر، الحزبه خسرانه. يبقى نعمل المجزر بس ما نورطش المصري. يعني انت حاسس زي انا حاسس بيك وحاسس بحماسك، واتمنى ان الحماس ده يعني يتنقل. دي فين الصوره دي دكتور عمرو؟ دي الرؤوس البقر اللي في جنوب السودان. انا متصور الصوره دي ورايا مزرعه فيها الاف من البقر، هو بالقرون دي ما فيهاش مجزره، تصدق؟ وعلى فكره لسه ما اتخدتش مننا، القطر ما فاتناش في جنوب السودان، لكن القطر فاتنا في رواندا. يعني وانا قاعد مع وزير التعليم الرواندي، شايف البقره دي عامله ازاي؟ وانا قاعد مع وزير التعليم الرواندي انا اضطريت اسكت. رايحين نقول لهم عايزين نعمل لكم كذا ونعمل لكم كذا، لا 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 لا، احكي لك، قال لي احكي لك انا الاول احنا بنعمل ايه؟ حتى السفير مجدي عامر اللي هو رئيس الوفد رجع كده قال لك احنا عندنا داتا بيز عن كل الطلبه، احنا محينا اميه الطلبه تحت 15 سنه. فانا رايح اقول لهم عايزين نعمل لكم مشروع اللي معاهم الاميه. مشروع معاهم الاميه. تعالى احنا نعمل لكم تبحوا الاميه. لكن يبقى اثيوبيا منتظرانا بقوه، منتظر رجال الاعمال المصريين. جنوب السودان. انا اتقابلت مع رئيس الغرفه التجاريه المصريه الاثيوبيه ايمن عيسى. راجل رائع وعامل شغل رائع ومرحب بيه في اثيوبيا. ومن الاخر بقى حكايه المؤامره الاسرائيليه احنا بنداري بيها فشلنا. يعني مش عايز استنبط. ضعفنا. موجودين؟ طبعا موجودين. بيشتغلوا؟ طبعا بيشتغلوا، لكن الموضوع موضوع مصالح. ما احنا كنا موجودين قبل كده، الله انت نسيت ايام الرئيس عبد الناصر، ما احنا كنا في العمق الافريقي قد ايه؟ ومدارس مدرسه عبد الناصر الثانويه للبنين. ولازم تعود افريقيا لمصر، وتعود مصر لافريقيا، ده واقع. مش هيحصل غير بالزيارات اللي انت بتعملها وغيرك من امثالك، وده شيء رائع جدا. وهننشئ المدرسه ان شاء الله. عظيم. وهنبعت شباب صناع الحياه، وهنجيب الوفود بتاعتهم هنا يقعدوا عندنا. احنا هنشتغل الحكايه دي. بس انا عندي حاجه في الاخر عايز اقولها لك يا عمرو، وشايف انها مهمه جدا جدا جدا. حل مشكله الميه بمعزل عن تنميتنا لافريقيا مش هتتحل. عايزين تختزلوا موضوعنا في موضوع الميه، هيتقال علينا انانيين، وهتقال علينا بتوع مصلحتنا وبس. يا مصريين ننزل ننمي، يا جمعيات يا وطنية ننزل نشتغل، يا شركات مقاولات، أحمد عبد المعز عامل هناك شغل رائع، مجموعة عبد المعز استثمارات ضخمة، مصريين مقاولات وفنادق عايزين نكتر هذا الكلام ونحترم أفريقيا علشان نكون بعد شوية إحنا بوابة أفريقيا. عظيم، دي رسالة واضحة، أتمنى أنها تكون وصلت للناس كلها وحتى للمسؤولين في الدولة، لعل وعسى الأفكار تتغير بشكل يعني أكثر يعني تقدمية في التعامل مع ملف أفريقيا، ولا تقف العملية عند مجرد زيارات فقط، لكن محتاجين يكون في آليات أكثر من كده على مستويات مختلفة جدا. خلينا نروح بقى للحزب الجديد، حزب الذي ترأسه، عايز أعرف موقفكم إيه من تظاهرات الجمعة القادمة اللي هي تحت عنوان مصر مش حزبها، هل هتنزلوا؟ لا، احنا مش مشتركين في يوم الجمعه القادمه. ايه رايك في الجمعه القادمه حتى الفكره نفسها؟ يعني هو اولا احنا متفقين ان حق التظاهر مكفول ومشروع، ومن حق كل جهه ان تعبر عن ارائها ويحترم، وما نصطدمش. من يريد ان يتظاهر في مكان اخر، لكن لا ندخل في صدام. ده دي اول نقطه، وده مش رايي، انا بعبر عن رأي الحزب. النقطة الثانية، احنا المرحلة دي مركزين جدا 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 على البناء الداخلي للحزب. احنا عندي خبر جميل جدا ان احنا النهاردة حوالي 18 محافظة امنائها اكتملوا. عظيم. يعني الحزب نزل، زي ما كنا بنقول من الاول احنا مش حزب فوقي. لا يا عم، احنا حزب شعبي. احنا ونزل ايه؟ ونازلين للقرية كمان. عظيم. الاسبوع ده بنختار ايه المشروعات التنمويه اللي هنشتغل فيها. يا ترى هنشتغل في مشروع التعليم الفني، ولا هنشتغل في مشروع المستوصفات، ولا الميه الحلوه؟ ده مستوى النقاش اللي دائر الان. يعني شوف الحزب بيفكر ايه. احنا قلنا احنا حزب تنموي، احنا هنشتغل تنميه. نشتغل معانا فيروس سي كمان، ونشتغل معاكم في فيروس سي، ويبقى شرف لينا. وفيروس سي انا عايز اتكلم يعني افتحه بعد ما اخلص حته الحزب. فانا عايز اقول لك ان احنا الان بننشئ المقرات، المقر الرئيسي بقى في المهندسين قدام مسجد الحميديه الشاذليه، بالظبط امامه. عظيم. بالظبط. الان اسكندريه وبقى والشرقيه والغربيه وسوهاج، كل ده بدا يتحرك لانشاء المقرات وامناء الحزب، وهننزل في الجرايد بعد العيد اسماء الامناء
هتنافسوا على كم مقعد في انتخابات البرلمان القادمه يا دكتور؟ هننافس بلا شك. على كم مقعد هتنزلوا؟ بدري قوي ان انا ارد عليك في السؤال ده، لان احنا حاليا مش عارفين اصلا هيكون شكل الانتخابات ايه، قايمه ولا فردي، مش عارفين امتى هتكون الانتخابات. النهارده كان في اجتماع للهيئه العليا للحزب وهم اتفقوا ان احنا اكيد داخلين الانتخابات، لكن داخلين بقد ايه سابق لاوانه ان احنا نرد على السؤال ده. بنستعد طبعا، بنستعد وبنستعد بقوه جدا وبنسابق الزمن جدا. مهتمين اكتر بالمحليات لان انا عايز انزل للقريه، لان انا عايز اشتغل تنميه بجد، مش عايز اتكلم سياسه. استاذ عمرو، في حاجه اسمها سياسه وسياسات، ممكن نكون ما بنتكلمش سياسه بس احنا شغالين سياسات. ليه؟ لان احنا اشتغلنا تنميه في صناع الحياه. حزب التنموي طبعا طبعا عندكم خبره كبيره، عندنا خبرات في السياسات ازاي تنفذ السياسات. فده بالنسبه لحزب مصر. وانضم ناس جديده، يعني اول مره هعلن هذا الكلام، دكتور محمود ابو زيد وزير الري السابق، لان احنا هنهتم بالميه فكان لازم يكون الدكتور محمود ابو زيد معانا، الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات السابق، واخيرا الدكتور اشرف حاتم وزير الصحة الأسبق. عظيم. وهو حاجة يعني يشرفنا وجوده معنا. فالحمد لله الحزب عمال يجذب شخصيات وكوادر. عدد القاعدة اللي معنا حتى الآن 30,000 شاب ما شاء الله. أنا حاليا مؤقت إلى أن يأتي المؤتمر العام للحزب، أنا متحمل المسؤولية لأن أنا أسست، وأنا حاليا مثلا في صناع الحياة أنا مش رئيس صناع الحياة، أنا بأسس وأدفع واشتغل طبعا وافضل. لكن عمرو خالد مش ناوي ينزل انتخابات الرئاسه في اللي بعد 4 سنوات؟ لا يعد يعني العد لذلك. خلينا نقول الحزب. الحزب ياخد الانتخابات عن الحزب؟ مش هدخل عن الحزب لا في مجلس الشعب ولا حتى في رئاسه الحزب بعد ما يجي المؤتمر العام. اول مؤتمر عام حد يتقدم بس يكون الكيان وقف. لا انا بسال على الطموح السياسي الدكتور عمرو خالد، هل يصل الى حد انتخابات الرئاسه؟ والله يا عمرو ليس لدي طموح سياسي سوى ان انا افضل بشتغل وبقوم. وانا مؤمن بحاجه كلكم سالتوني فيها قبل الانتخابات الرئاسيه السابقه، كله كان بيقول انت ممكن تنزل وانا ما نزلتش، وما نزلتش بدون انا سالتك يعني. فعلا قبل انت سالتني وانا رديت عليك من سنه تقريبا، قلت لك انا مش هنزل. طب مش هتنزل ليه؟ لان انا شايف ان انا بقوم بدور زرع، ودي مرحله زرع وليس مرحله حصد على الاقل من وجهه نظري او فضولي انا. والحاجه الثانيه، هل انا عضلاتي تشيل الرئاسه؟ اللي انا متاكد منه ان حتى الان لا. والله لو عضلاتي تشيل الرئاسه يبقى موضوع تاني، لكن لا انا مستعجل على شيء ولا بعمل ده علشان عايز دي، والله ما بفكر كده. انا بفكر طب نقدر نعمل ايه للبلد يبقى حلو ويخلي صوره كويسه وبشكل عاقل بدون مزايدات، يبقى نعمل الخطوه دي، نتوكل على الله ونعمل الخطوه دي ونجمد قلبنا. لكن تخطيط اصلا انا عايز اوصل لدي، والله ما بفكر كده. احنا النهارده اول ذي الحجه و 8 ايام ونصل الى وقفه عرفات، عايزين نتكلم عن فضل هذه الايام. انا ليه وزير الداعيه الاسلامي بقى عمرو خالد، انا بتكلم معاك من كذا وجهه نظر، خلي بالك رئيس صناع الحياه التنموي، رئيس حزب مصر السياسي عمرو خالد الداعيه الاسلامي. اربع موضوعات النهارده. بالمناسبه انا لما سافرت افريقيا مش حزب مصر، انا مؤسس صناع الحياه. عزيز. لان ده عمل وطني ما ينفعش يتحط حزبي، واكاديميه الداعيه المعاصره كذلك ملهاش دعوه بحزب مصر. العشره الاوائل من ذي الحجه ليا معاك بس حاجه حلوه قوي ويا رب نحافظ عليها على طول. انا دايما اظهر معاك في ليله المناسبات الايمانيه العظيمه. صحيح. انا ظهرت معاك ليله رمضان. صحيح. والنهارده بدون ترتيب. صحيح. يعني ليله اول يوم في العشره الاوائل من وليله النصف من شعبان كنت معاك وليله كبه. ايه ده سبحان الله. عايز اقول في العشره الاوائل من ذي الحجه في حديث حلو قوي للنبي بيقول أحب الأيام إلى الله العشر الأوائل من ذي الحجة. وفي حديث ثاني ما من أيام، ما من أيام يعني ما فيش طول السنة، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى من العشر الأوائل من ذي الحجة. والعلماء اتلخبطوا، ما من أيام طب ورمضان؟ بس هو بيقول ما من أيام. فحصل ديبيت ومناقشة كبيرة جدا في الكتب بين العلماء مين أحب إلى الله، شوف لهذه الدرجة العشرة الأوائل كبيرة وغالية. فبقى العلماء بتوع التعايش والتوافق اللي زي حالاتي قال لك أنتوا بتتخانقوا ليه؟ ليل العشرة الأواخر من رمضان أحب من ليل العشرة الأوائل من ذي الحجة ونهار العشرة الأوائل يعني للتوافق، لكن هي أيام عظيمة. يكفي أن ربنا خبى ليلة القدر لكن أعلن ليلة يوم عرفة،
فيوم عرفة أكتر يوم بتغفر فيه الذنوب، أكتر يوم تعتق فيه الرقاب، مش للحجاج بس على فكرة، لو واحد صايم في بيته في مصر يتغفر له السنة اللي فاتت والسنة اللي جاية، ده من ثواب يوم عرفة. النبي كان بيحب الصالحات، هو قال ما من أيام العمل الصالح. ليه نحصر العمل الصالح في الصلاة والصوم؟ العمل الصالح إن احنا نحافظ على مصر اليومين الجايين، ده أحب أعمال إلى الله. العمل الصالح إن أنا ما اتخانقش على الإنترنت علشان دي أيام حبيبة إلى الله. يعني الناس المتدينة اللي ربط العشرة الأوائل حصوم، لأن النبي كان بيصوم التسعة الأوائل، وهتصدق لأن النبي كان بيتصدق التسعة الأوائل. بس النبي كلمة العمل الصالح واسعة قوي، ده هو بيتصدق ده نوع من العمل الصالح. يلا بقى كتر العمل الصالح، ممكن تحسن العلاقة بالجيران، ممكن نعمل مصالحات في بلدنا، ممكن نقلل الخناق، ممكن نقلل الانتهازية السياسية من أجل أن احنا نقول عايزين نبني ازاي. هل ممكن نستفيد من الشعائر الإيمانية في تحسين وضع مصر؟ هل ممكن ده يكون دور الإيمان في مصر في السنتين الجايين؟ هل ممكن المؤمن، والمؤمن هنا بكلم المسلمين والمسيحيين، بكلم كل مؤمن، هل ممكن الإيمان يلعب دور أن تكون صالح كمصري، مواطن صالح؟ ليه بنختزل الإيمان وما من أيام العمل الصالح فيها بس في الشعائر التعبدية؟ ده الشعائر التعبدية دي لازم تنعكس على روح السلام في حياتك. لما النبي يقول المسلم، إعادة تعريف المسلم، من سلم الناس من لسانه ويده، هل ممكن نسمع نسينا في العشرة الأوائل أكثر هدوءا لأن دي أيام سلام؟ هل ممكن نسمع أن المسلمين والمسيحيين أكثر تقاربا لأن إحنا في العشرة الأوائل من ذي الحجة، أحب أيام إلى الله؟ هذا مفهوم أنا برجو أنه هو نعيشه بصدق، يعني نفهم الإيمان بحقيقته. يا ناس اللي طالعين الحج، ادعوا لمصر دعاء عرفة مستجاب يقينا. ويا ناس اللي مش طالعين الحج، النبي بيقول خير الدعاء لكل الناس دعاء يوم عرفة، دي أيام يستجاب فيها الدعاء دي. أنا أستاذ عمرو، الدعوات الكبرى في حياتي كانت في هذه الأيام أو في العشر الأواخر من رمضان، دعوات مستجابة، ادعوا صلوا وقروا قرآن، استغفروا على الذنوب الشخصية، واستغفروا على الذنوب القومية، استغفروا على طرق أفريقيا، استغفروا على طرق سيناء، استغفروا على التلاحم المسلمين ومسيحيين، استغفروا على الشق اللي بقى موجود في المجتمع المصري والانقسام والاستقطاب الشديد، دي ذنوب محتاجة استغفار وطني. فهذه العشرة الأواخر يا رب نصومها بجد، والصيام جميل ومحبب، وندعي ونتصدق ونساعد الغلابة، ويبقى دون أحلى استقبال في أحب أيام ترضي ربنا عننا في العشرة الأواخر من ذي الحجة. وتدعو أنت الآن بقى، إيه رأيك ونختم هذا الحوار بدعاء؟ يا رب يا ذا الجلال والإكرام، ارضى عن مصر، ارضى عنا، احفظنا واحفظ شبابنا، وجهنا للخير، وسع أرزاق المصريين، وسع رزقنا، وسع علينا، اجعلنا ننطلق في الأرض لتوسع علينا. اللهم إنك تكره أن يجلس الإنسان في مكانه ويطلب الرزق، اجعلنا نمشي في الأرض لترزقنا وتوسع علينا. واغفر لنا، ألف قلوب المصريين يا الغلاب، ويبقى دون أحلى استقبال في أحب أيام ترضي ربنا عننا في العشر الأوائل من ذي الحجة. وتدعو أنت الآن بقى، إيه رأيك ونختم هذا الحوار بدعاء؟ يا رب يا ذا الجلال والإكرام، ارضى عن مصر، ارضى عنا، احفظنا واحفظ شبابنا، وجهنا للخير، وسع أرزاق المصريين، وسع رزقنا، وسع علينا، اجعلنا ننطلق في الأرض لتوسع علينا. اللهم إنك تكره أن يجلس الإنسان في مكانه ويطلب الرزق، اجعلنا نمشي في الأرض لترزقنا وتوسع علينا. واغفر لنا، ألف قلوب المصريين، بعد فصل لوز، وفي أمل لوز الفنانة الكبيرة يسرى والفنان الكبير سمير غانم.